بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء اللي هو الأفكار الأعمق شوية للزينر لما يكون متواصل مع لود متغير مش معروف قيمته، أو مع سبلاي متغير مش معروف قيمته، ويطلب الريتينج فاليوز أو المينيمم والماكسيمم فاليوز للسبلاي ده أو لللود ده. تعالى كده، لو عندنا لود بالشكل ده ار اللي مش معروفة قيمتها كام، بس معروف الزينر المستخدم 12 فولت، السبلاي 24، ودي 470. مش معنى ان دي 24 ودي 12 ان الزينر اوريدي شغال. ممكن لما تيجي تعمل التشيك تلاقيه مثلا مش شغال. لو قيمة ال RL دي اتضربت 24 في RL على R زائد RL طلع قيمتها أكبر من ال 12 يبقى كده الزينر شغال، طلع قيمتها أقل من 12 يبقى الزينر أوبن سيركت. لكن هو قال لي ان الزينر هيبقى قيمته 12 في خلال الرينج بتاع الكرنت اللي هيمشي في الزينر من 1 مللي ل 50 مللي، اي زد كي اللي هو اي زد ني اللي هو اي زد مينيمم، اقل تيار يمشي في الزينر 1 مللي، واي زد ماكسيمم الام كابيتال 50 مللي. يبقى من اقل تيار لاعلى تيار قيمة الزينر ثابتة ب 12 فولت. مطلوب بقى التغير في ار ال هيكون بكام؟ احل انا المساله دي ازاي؟ اول حاجه ابتدي احل، ما دام اداني اي زد مينيمم واي زد ماكسيمم هحل بطريقه معينه. لو اداني احد التيارين هيبقى طريقه الحل الذ، صحيح اصعب شويه بس هتبقى احلى بكتير واكثر منطقيه، وان انا بقى معروف عندي المينيمم او الماكسيمم فاليو بتاع الكرنت بتاع الزينر، وابتدي انا اعمل تشيك ان اضرب 24 في ار على ار زائد ار ال. طبعا في مجهول هنا هو ار، هساوي الكلام ده ب 12. يعني هفترض ان الزينر اوريدي شغال واقول 24 في ار على ار زائد 470 تساوي 12، ده هيطلع لي الار ال مينيمم، ده هيطلع اقل قيمه ليه الريزيستنس. ده لو ما عنديش التيارين الرينج بتاع التيارين، عندي واحد بس، فكده هطلع الار ال مينيمم. بمعلوميه الار ال مينيمم اقدر اجيب التيار اللي ماشي فيها. لو قسمت الفي اللي هو ال 12 على ار هيديك التيار، التيار ده هيبقى ايه؟ ما ديم دي ار ال مينيمم هيبقى التيار ده اي ال ماكسيمم، بقى معايا اي ال ماكسيمم. يجي بقى كيرش اوف كارنت لو يقول لي ان الاي توتال تساوي اي زد زائد اي لود. الاي ال ماكسيمم زائد اي زد معرفش مينيمم ولا ماكسيمم، مجموعهم يدي اي توتال. اي توتال ثابته لان على يمينها 24 فولت، على شمالها 12، فطرح 24 ناقص 12 وقسمتها على 470 يديك التيار اي توتال. يعني 24 ناقص 12 على 470 ادى اي توتال، اذا اي توتال ثابت. اي زد اللي معايا او اي ال اللي معايا ده اي ال ماكسيمم، اذا اي زد اللي هتطلع هي اي زد مينيمم، عشان يبقى ماكسيمم زائد مينيمم يدي كونستنت. اقدر من كده اجيب الاي زد مينيمم لو ما كانتش موجوده في المساله، وغالبا بيبقى الاي زد ماكسيمم هي اللي جيفن والمينيمم مش موجوده في المسائل اللي زي دي. لكن في مسألتنا كان المعطى مش منطقي شوية، وهو ان ادى الاي زد مينيمم والاي زد ماكسيمم وطلب حساب الار لود ريتنج المينيمم والماكسيمم كام. هنحل ازاي بقى؟ هنبدأ الاول ان احنا نكتب فكرة كيرشوف كارنت لو، ان التيار الكلي هيتجزأ لاي زد زائد اي ال، وده مفيش مشكلة فيه. اي توتال هنا ثابت ليه؟ عشان اللي على اي توتال ده ماشي في المقاومه ار، ف ديل المقاومه فيها 24 فولت، راس المقاومه فيها جهد الزينر اللي احنا هنفترض ان هو اون شغال، فساعتها ده عليه 12 ده عليه 24، يبقى الاي توتال ده 24 ناقص 12 على المقاومه 470، وده رقم ثابت. ما دام ده فيكسد يبقى ده متغير وده متغير، يبقى ساعتها لو اي زد ماكسيمم هتكون الاي ال جنب منها مينيمم، اما لو الاي زد مينيمم هيكون الاي ال ماكسيمم. طيب انا هستفيد ايه؟ انا عايز الحته دي من الاخر، ما هو اي زد ماكسيمم واي زد مينيمم الاثنين موجودين عندي، انا عايز دي. ليه عايز دي؟ عشان ببساطه شديده اي ال مينيمم او اي ال ماكسيمم يقابلوا ايه؟ الاي ال مينيمم هو التيار اللي ماشي هنا، هيقابل الجهد بتاع الزينر مقسوم على مين؟ على ار ال مين ماكسيمم. اما الاي ال ماكسيمم هتساوي جهد الزينر مقسوم على ار ال مين
مينيمم. خلاص كده، يبقى انت لو عايز تجيب اي ال مينيمم او اي ال ماكسيمم، ببساطة هتقسم في زد على ار ال ماكس. طب انت عايز ار ال ماكس، يبقى اقسم في زد على اي ال مينيمم. هاو تو كالكوليت ات، ازاي احسبها؟ من القانون اللي فوق. 24 ناقص 12 على 470، ده هيديني الاي توتال. تعالى نحسبه الاول كده، طلع 23، الجزء ده كده 23 و97 من 100. ده كده قيمة الفاليو اللي هو اسمت. طبعا 23 و97 من 100 كام؟ ملي امبير. ملي امبير، لا سوري، الآلة خرفت. 25 و5 من 10 ملي امبير، ده الرقم الصح. 25 0.0255 امبير، يعني 25 و5 من 10 ملي امبير كده. ده الجزء ده. طيب الاي زد ماكسيمم، لو انا هحسب الاي ال مينيمم، الاي زد ماكسيمم بكام؟ ب50 ملي امبير. الاي زد مينيمم بكام؟ ب1 ملي امبير. تعال هنحسب الاول الاي ال ماكسيمم. الاي ال ماكسيمم هتساوي ال 25 و5 من 10 ملي امبير، اطرح منها كام؟ اي زد مينيمم اللي هو 1 ملي امبير، يعني هيدي كام؟ هيدي 24 ونص ملي امبير. الكلام ده بيساوي الفي زد اللي هي ال 12 على الار ال مينيمم. تبقى الار ال مينيمم بكام؟ ب 12 على 24.5 ملي امبير، تطلع 490 اوم. ده كده الحالة الاولى. طيب الحالة التانية اللي هو الاي زد ماكسيمم. طيب ما هو ازاي ده 25 ملي وده هيطلع بكام؟ هيطلع ب 50 ملي. هل ده منطق؟ اكيد في غلطة في المسألة. لا لا لا، ده معناه، ده معناه ايه؟ مش معناه ان التيار بالعكس، ولا معناه ان الاشاره هتطلع بالنيجاتيف. ده معناه بالشكل ده، ان القيمه دي المفروض تساوي الماكسيموم زائد الاي ال مينيموم. هنا فعليا الماكسيموم ده مش هو الماكسيموم كارنت اللي ماشي فعليا في الزينر، وانما ده الماكسيموم كارنت في الداتا شيت، في الداتا شيت بتاعته اللي هو اقصى تيار يستحمله عموما، وليس اقصى تيار ماشي فيه فعليا في الدايره دي. فعشان كده طالع رقمه كبير عن ده، لكن التيار الفعلي لما نيجي نشوفه في الدايره هنلاقيه لا، مش هيبقى كده ابدا، مش هيوصل لهذه القيمه. فعشان كده احنا بنروح قايلين ايه؟ بنقول ساعتها اوتوماتيك ان الاي ال مينيمم هتساوي زيرو. اقل تيار هيمشي في اللود هيبقى بيساوي صفر، معناه ان التيار كله هيروح على الزينر. يعني من الاخر الزينر هياخد 25 ونص ملي، مش هياخد 50 ملي. 50 ملي ده اللي يستحمله الزينر عموما، لكن هو فعليا في الدايره دي اقصى تيار يقدر يمشي فيه كام؟ هو ال 25 ونص. اذا كان السورس كله 25 هياخد هو كام منه؟ هياخده كله، مش هيقدر ياخد ازيد من السورس. هو الزينر هيجنريت تيار من عنده؟ لا، هو هياخد اقصى تيار داخل اللي هو ال 25. اذا ده ملوش وجود. اذا اي ال مينيمم بصفر، وساعتها تقدر تقول ان ار ال ماكسيمم بانفينيتي، كان المقاومه كبيره جدا ملهاش ايه يعني ايه وجود. ده كده طريقه الحل. بره بقى الفكره بتاعت المساله دي، انه الصح ان هو يديني ايه؟ ان هو يديني التيار واحد بس في المسألة. فبنيجي نحل الطريقة مختلفة شوية، يعني هيبقى فيه التيار واحد بس اللي جيفن في المسألة. التيار ده هيسهم في حل قيم المقاومات دي، بس هحل بطريقة مختلفة شوية. قبل ما اعوض بقانون كيرشوف اللي انا بدات بيه المساله اللي فاتت، لا انا هروح جاي هنا عامل تشيك، مخبي الزنر ده وبادي احسب فرق الجهد على اطراف اللود. هتقول لي هو 24 ار ال على 470 زائد ار ال، وهفترض ان الزنر شغال فجهده 12، يبقى جهد اللود هو جهد الزنر هو 12. دي لما اجي احسبها هيطلع لك ان الار ال بكام؟ ب 470 هي كمان، وساعتها دي هتبقى اقل قيمه مقاومه ممكن تشغل الزنر. ساعتها اقدر احسب الاي ال ماكسيمم، يبقى ساعتها هيبقى اقدر اعرف الاي ال ماكسيمم بكام. فالاي ال ماكسيمم هيبقى ال 12
على ال 470 اللي هو طلع 25.5 مللي امبير. طيب ما انت اوريدي معاك ان الاي توتال برضو ب 25.5 مللي امبير، لسه حاسبينها 24 ناقص 12 على كام؟ على 470 صح؟ ده 25.5. ده يخليني ان الاي توتال بيساوي الاي زد زائد الاي ال. نكمل المسألة زي ما كنا بنكمل. فساعتها تقول لي ان الاي توتال تساوي الاي زد زائد الاي لود، لو ده ماكسيمم هيبقى ده مينيمم، والعكس لو ده ماكسيمم هيبقى ده مينيمم. طب انت حسبت انهي لود دلوقتي؟ انا حسبت دلوقتي اي ال ماكسيمم. الاي ال ماكسيمم طلعت 25.5، ده ب 25.5 هو كمان، يبقى الاي زد مينيمم بكام؟ يبقى اقدر استنتج ان اقل تيار يسمح بمرور يسمح بتشغيل الزنر هو زيرو. يبقى الاي ال هنا هتبقى بزيرو، هتبقى مش جيفن بقى في المسألة. طيب نيجي بعد كده نيجي نقول لك ان الاي زد ماكسيمم بحوالي 20 ملي امبير. ده هقول لك اقصى تيار ده في الدايره، مش ان الزنر يستحمله. اما القيم اللي كانت جيفن في المساله اللي فاتت دي كانت الريتنج فاليو بتاعت الزنر اللي هي الاي زد ماكسيمم اللي هو موجود في الداتا شيت، لكن هنا انا هدي لك ان ده 20 ملي امبير. فانت لما تيجي تحط 25.5 ملي هتقول لي بتساوي اي زد ماكسيمم زائد اي ال مينيمم، ده كده ب 20 ملي. يبقى اذا الاي ال مينيمم بكام؟ تقول لي 25 ناقص 20 يعني 5.5 مللي امبير. هي دي تساوي الفي على الار ال. مين ده؟ مينيمم يبقى ده ماكسيمم. يبقى اقدر اطلع الار ال ماكسيمم 12 على 5.5 مللي امبير، تطلع تقريبا يعني 2.5 مثلا كيلو اوم. فاقدر اعرف رينج المقاومات بتاعتي من 470 اوم لحد 2.5 كيلو اوم. وهي دي نوعيه المسائل اللي بتبقى منطقيه في التصميم. لما اجي اعمل ديزاين لدايره في الزنر ببقى بمعلوميه تيار واحد اللي هو اقصى تيار يتحمله الزنر وخلاص، انما بقى ما بدكش رينج الكارنت اللي هيمشي في الدايره، انما بدي اعلى تيار ممكن يمشي في الدايره كام، وبصمم بناء عليه اللود ريزيستنس. طيب الفكره الاخيره ودي ان انا ادي لك السورس بتاعي متغير واطلب قيمه الايه السورس ده اللي هو مثلا يبقى المقاومه دي 1 كيلو وده 5 فولت مثلا، ودي قول برده كمان 1 كيلو اوم، او بلاش قول خليها 100 اوم ماشي. وعايز اعرف اقل قيمه للجهد اللي هيدخل واعلى قيمه للجهد اللي هيخرج عشان يثبت الجهد على المقاومه دي. نفس الفكرة اللي انا حليت فيها المسألة اللي فاتت هي اللي بحل بيها هنا، ان انا بروح جاي قايل اعمل تشيك اخبي ده واقول في انبوت في المقاومة البعيدة على مجموع المقاومتين 1 كيلو زائد 100، وافترض ان هذا الفولت يساوي الخمسة فولت بتاع الزنر. من هنا هقدر احسب في انبوت اللي هي هسميها اقل قيمة للجهد. طيب بقى معايا في انبوت مينيمم ناقص الفي انبوت ماكسيمم، هقول لك ستوب شويه نرجع تاني نكرشف كارنت لو. التيار الكلي هيتجزأ هنا اي زد هنا اي ال، يبقى اي توتال بتساوي اي زد زائد اي لود. المره دي اي توتال مختلف، في مينيمم وفي ماكسيم مش ثابت، انما مين اللي ثابت؟ الاي لود ثابت، يبقى مين اللي هيتغير؟ ده. طيب المينيمم يبقى مع المينيمم ولا المينيمم يبقى مع الماكسيمم؟ هنا لا، هنا هيبقى المينيمم قصاد المينيمم والماكسيمم قصاد الماكسيمم. طب ليه انت هناك غيرت؟ عشان هناك كنت بجمع مينيمم زائد ماكسيمم يدي ثابت، ما ينفعش اقول مينيمم زائد مينيمم يدي ثابت، لكن لما يبقى المينيمم في طرف وواحد تاني في طرف هقول اه مينيمم هو المينيمم، مينيمم زائد ثابت يدي مينيمم وماكسيمم زائد ثابت يدي ماكسيمم. اذا الفي انبوت مينيمم واكيد اكيد قصاده الاي توتال مينيمم. طب تعالى نحسب الاي توتال مينيمم عشان نجيب الاي زد مينيمم. الاي توتال مينيمم هتبقى عباره عن الانبوت المينيمم ناقص ال 5 فولت مقسومه على ايه؟ المقاومه اللي بينهم. ده التيار اللي هو الاي اللي ماشي هنا، بس اقل قيمه للتيار، يبقى اقل قيمه للجهد ناقص 5 على 100. طيب ده هيطلع موجود، هيطلع قيمه الاي زد اي توتال مينيمم. معايا الاي توتال مينيمم يبقى الرقم ده هيساوي
الاي زد مينيمم زائد الاي ال. خلاص. طيب الاي ال اجيبها ازاي؟ دي ثابته. طب وبكام؟ 5 على 1 كيلو. يبقى الاي زد هي 5 على 1 كيلو اللي هي 5 مللي امبير. بقت دي عندي، دي عندي، اقدر اطلع الاي زد مينيمم بمنتهى السهوله. مش بس كده، اقدر اجيب كمان الاي توتال ماكسيمم. ازاي؟ ما هو عباره عن الاي زد ماكسيمم زائد الاي ال اللي هي الثابته اللي هي 5 مللي. دي عندي 5 على 1 كيلو. طب الاي زد ماكسيمم ما هي المفروض بتساوي في انبوت ماكسيمم، اي توتال ماكسيمم، في انبوت ماكسيمم ناقص 5 على 100. بس انا ما عنديش الفي انبوت ماكسيمم، ما هو انا عايزها. طيب الاي زد ماكسيمم هي دي اللي هتبقى جيفن في المساله، هي دي اللي هتبقى مثلا سي ب 20 مللي زي المساله اللي فاتت، هتبقى دي اللي جيفن، ومعايا دي اقدر اطلع الفي انبوت ماكسيمم. يبقى انا كده جبت حاجه اسمها الريتنج فاليو بتاع اللود اللاين سورس اللي هو الجهد الانبوت اللي داخل. يبقى المساله اللي فاتت جبت المقاومات، المساله دي جبت السورس نفسه لو كان مش معروف. المهم في المسالتين دول انه بيبقى دايما في تيار واحد معروف اللي هو مثلا اقصى تيار يستحمله الزنر، اما الباقي فهو مش معروف عندي وانا ببتدي استنتجه بناء عليه. الحاله الاولانيه بس هي اللي كانت حاله شاذه شويه، ان كان الريتنج فاليو بتاع الكرنت القيمتين موجودين، وبالتالي الاي توتال مينيمم وماكسيمم موجود، ما كانش فيه مشكله معايا في المينيمم، قدرت ان انا اعوض بيه واجيب المقاومه. لما جيت احسب الماكسيمم كانت هتبقى فيه مشكله ان انا هطرح التيار وهيطلع بالسالب، فيعني ايه التيار هيطلع بالسالب؟ يبقى التيار هنا هيطلع لفوق بدل ما ينزل لتحت. لا، هو الزينر ده مش هيطلع تيار كده لفوق، فبالتالي يبقى المنطق بيقول ان القيمه بتاعه التيار اللي هيمشي في اللود منعدمه، وبالتالي نقدر نقول ان المقاومه تقريبا بما لا نهايه، مقاومه كبيره جدا، فالتيار مفيش، وبالتالي اقصى تيار هيمشي كله في الزينر. وبكده يبقى اتغطت جميع افكار الزينر تقريبا اللي بنتعرض ليها في مسائلنا عامه في الالكترونكس والديزاين في دوائر باور سبلاي او في اي دوائر بروتكشن ممكن تقابلنا في حياتنا. شكرا لكم.